نظمت وزارة الداخلية احتفالية تحت عنوان شرطة قوية لشعب عظيم بمقر ساحة العروض بأكاديمية الشرطة بمناسبة عيد الشرطة 67. فلنتابع. على طبول فرق الموسيقى العسكرية بدأت احتفالية كبرى تحت عنوان الشعب والشرطة يحتفلان بعيد الشرطة. عروض من طلبة أكاديمية الشرطة أبرزت جاهزية عالية ومستوى راقي من التدريب، بينما شاركت فرق الخيال وقطاعات أخرى من وزارة الداخلية، هذا إلى جانب معرض استعرض أحدث تجهيزات الشرطة المصرية. الشرطة بتحتضن أسر الشهداء وبتقدم ليهم الكلمات الطيبة، وإحنا كلنا لازم نقف جنبهم، لأن الشرطة زي ما أنتم عارفين هو الدرع الجميل اللي حمانا من حاجات كتير جدا. شيء أكتر من رائع، استعداد جميل جدا جدا، وأنا من خلالكم بحب أحيي جهاز الشرطة ووزارة الداخلية. بصفتي إنسانة ومواطنة مصرية جاية بحيي وبهني كل عسكري وكل ضابط وكل أمين شرطة بيتعب علشان يريحنا. إن يكون أنا بين الأمن والأمان أكون بعيد الشرطة، دي حاجة بالنسبة لي مشرفة جدا. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله دايما مصر والأمة العربية كلها بأمان. مشاركة واسعة من كافة أطياف الشعب المصري بعثت برسالة حب وتحية للوطن ولرجال الشرطة المصرية. البهجة عنوان المكان والصغار أثروا الاحتفال. خلي بالكم من رجال الشرطة لأنهم يعني بيتعبوا جدا 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 وسهرانين ليل ونهار، ليكم بيحافظوا على الشعب المصري وعلى رجال البلد بحالها، حافظوا عليهم. أنا زوجة شهيد وبنتي زوجة شهيد. مصر بتحبكم قوي زي ما انتوا بتحبوها قوي، واحنا بنخلي بالنا عليكم وانتوا بتخلوا بالكم علينا. كل سنة وانتوا طيبين. بنقدر مجهوداتهم واحنا بننام مطمنين في بيوتنا يعني بتعبهم هم وسهرهم على امننا وراحتنا. انا جاي اشارك عشان انا بحب مصر، وكمان انا عشان انا بحب مصر قوي، بحب مصر امي ومصر كبي، وانا بحب مصر قوي. بحب السيد الوزير الداخلية سيادة اللواء محمود توفيق. أنا بقول له ربنا يوفقك وربنا يوفقنا. شكرا للشرطة علشان المجهود اللي بيعملوه، علشان بيحمونا، علشان بيدافعوا عننا. وطن واحد وبنيان لا تنفصل مكوناته من جيش وشرطة وشعب، دائما يد واحدة. الشرطة المصرية في عيدها 67 تسير في رحلة بناء وعطاء، وفية لشهدائها مضحية من أجل وطنها الغالي مصر. إسلام غنيم، تان تي في.